اهلا بيكم الاسعار نار في امريكا ده التقرير اللي طلع بيه او البنك الفيدرالي بعد الاجتماع الاخير بتاعهم فقالوا لنا ان نسبه التضخم بتزيد وان الموضوع مقلق رغم ان هم الناس دي اللي من أربعة اربع اشهر قالوا لنا ان نسبه وأربعة 2024 هتشهد آه يعني انفراجه في الاسعار وان نسبه التضخم هتقل وانهم في طريقهم انه يقللوا التضخم في المية ووعدونا وعدوا انهم هيقللوا الانترست ريت او سعر الفايده على الاقل ثلاث مرات في السنه مره بعد مره بعد مره لما قالوا الكلام ده الناس اتبسطت ورجال الاعمال انشكحوا جدا والبورصه يعني زقططت والبورصه عليت بقى وكده لان طبعا ايه انتوا عارفين البورصة اصلا اي بتنتعش على الاخبار فلما قالوا الخبر ده انتعشت البورصه وبقوا فرحانين جدا وقالوا الوضع يا جماعه يعني مفيش احسن من كده قوم طلع التقرير بتاع التضخم بتاع شهر يناير اللي فات لا وزياده ليه؟ لان شهر ديسمبر 2023 اخر شهر في السنه كان نسبه التضخم وصلت ل 2.8% تقريبا. فقالوا ده ارقام كويسه جدا احنا ماشيين اهو هنوصل ل 2%. جه شهر يناير شهر اللي بعده على طول لقوها زادت بقى 3.1%. جه شهر فبراير لقوها بتزيد 3.2% فراحوا لجيروم باول اللي هو التشير بتاع البنك الفدرالي قالوا له, له ايه الارقام عماله تزيد؟ قال لهم لا انا مش قلقان خالص الحاجات دي مجرد the road يعني دي مجرد بس قلافه البسيطه كده لكن احنا ماشيين على الطريق الصحيح هنقلل التضخم ل 2% المية وحن ايه وهنقلل الانترست ريت قوم طلع التقرير بتاع شهر مارس وفوجئوا بقى فوجئوا ان هو وصل ل 3.5% فانهاروا 3.5 قال يعني هم ما ايه واخدين بالهم باللي قبل كده طيب طب ايه يا جماعة تعملوا ايه قالوا والله احنا احتمال ما نقدرش ان احنا نقلل الانترست ريت في خلال السنة دي يعني جايز نقلله جايز ما نقللوش هما سألوا جيروم باول الكلام ده هتقلل لهم والله انا يعني عايزين نكون ايه الوضع يكون احسن يعني هتقلله ولا قالوا احتمال ان احنا نقلله مرتين بدل ثلاثة واحنا نقلله مرة واحدة بدل ثلاث مرات واحتمال ما نقللوش خالص ده الموضوع واحتمال نقلل يعني ساب الموضوع مفتوح خالص هنشوف لكن مش هنقلله الفتره الجايه دي المهم ان بالنسبه للتقرير بتاع الانفليشن هم عندهم تقريرين بيبصوا عليه تقرير الاولاني اللي اسمه سي بي اي وده بيشوفوا نسبه التضخم في الفلوس اللي انت تدفعها من جيبك عشان تشتري حاجات وده لقوه وصل 3.5% زي ما قلت لكم بصوا على التقرير التاني اللي هو اسمه البي سي إي -E. البي سي إي -E ده بيبص على أسعار الخدمات والسلع اللي أنت بتشتريها فواحد بيبص على الفلوس اللي أنت بتصرفها قد إيه والتاني بيبص على أسعار الخدمات و... فبتاع أسعار الخدمات ده 2.8% فممكن تقول طب والله ما كويس لا الحياة مش كويس ليه لأن بتاع أسعار الخدمات ده والكلام ده في الربع الأخير من السنة اللي فاتت كان وصل 1.8% النهاردة بقى 2.8% فزاد شوف نط فده معناه ان ده في زياده والتاني في زياده فالتقريرين في زياده طيب طب طب يا جماعه ايه السبب ايه السبب فقالوا لك والله السبب هو حضرتك انت وانا وكلنا لان احنا بنصرف قالوا ان الكونسيومر ماركت قوي فيري سترونج احنا معانا فلوس وعمالين نصرف وان اصحاب الاعمال بيدوا الناس مرتبات عاليه وإن سوق العمل مفتوح والناس عماله بتشتغل وفي وظائف كتيره شاغره يعني ده على أساس إن أنا لسه مطلع لكم فيديو فات اللي فات ده وريتكم أصحاب أعمال كتيره بيرفدوا الموظفين بالآلاف لكن هم بيقولوا والله إن إيه إن السبب إن أنت عمال تصرف وإن كل حاجه تمام وكده فده اللي مخلي الأسعار عاليه طب لو احنا السبب في كده وان الدنيا الناس بتصرف وفي وظائف وشغل وكل حاجه تمام مفروض ان اجمالي الناتج المحلي يزيد لا هو قل بقى اجمالي الناتج المحلي في الربع الاخير بتاع السنه اللي فاتت كان وصل ل 3.5% في المية كان رقم هايل وقعدوا يقولوا احنا الاقتصاد بتاع امريكا ممتاز النهارده في الربع الاولاني بتاع السنه ده وصل ل 1.6% في يعني اتهبد من تلاته ونص نزل لواحد ونص في الميه طيب ما هو ما هو السوق مش كويس والناس مش بتشتري ما هو الناتج المحلي و... فمش هيقول لك طبعا ان السبب في الكلام ده هو الفلوس اللي عمالين يطلعوها بره امريكا عشان يمولوا بيها الحروب، مش هيقول لك ان الفلوس دي يا اما هم بيطبعوا فلوس عشان يقدروا ياخدوها ويطلعوها بره وده معناه بيزود الانفليشن معناها ان, إن الاسعار بتزيد لان القيمه الشرائيه بتاعته الدولار بتقل، مش هيقول لك الكلام ده، او يا اما فعلا بياخد الفلوس بتاعتنا بتاعه التاكسبيرز ويطلعها بره. مش هيقول لك ان السبب ان مصاريف الحكومه عامله ديون على الدوله بنتكلم في 32 ولا 33 تريليون دولار ديون على الدوله مش هيقول لك الكلام ده يقول لك انت السبب تعالوا بس نبص على التقارير اللي طلعت كده وتشوفوا الاسعار لان انت برضو لما انا وانت لما بيجي يقول لنا ايه ان اسعار التضخم 3% هتقولي 3% ازاي يا رانيا ما هو مش مش منطقي لا اكتر من كده بكتير والكلام ده انت عندك حق فيه لان انت لما تبص على الرقم الاجمالي بيقولك تلاته ونص في الميه لكن لما تبص على الرقم بتاع سلعه سلعه فبيقولك لا ده اتناشر في الميه ده عشره في الميه ده سبعه في الميه فتعالوا نشوف كده التقارير بتاعت سعر سعر عشان تبقى عارف أدي المصدر الاولاني بيتكلم عن نسبة التضخم في امريكا وبيقولك لك هو تلاتة فاصل في ده شهر مارس. وادي ده على مدار السنة. اديكم شايفين ده بتاع شهر مارس وصل لتلاتة 3.5% في المية. لو بصيتوا كده على مدار الشهور اللي فاتوا كان هو اعلى نسبة. لغاية ما يوصل لكام? لغاية ما شهر سبتمبر اللي فات. فدلوقتي نسبة التضخم رجعت تاني زي ما كانت لشهر سبتمبر اللي فات. وده ماستر جايبه من اليو اس نيوز بيقول لك ان المستهلك الامريكي فقد الثقه في الاقتصاد الامريكي بسبب زياده في اسعار الغاز والاكل زيادة مستمره ده تقرير طلع سنه قصدي يوم 30 ابريل اللي فات ياهو فاينانس بيقول لك ان دي اسعار الـ الـ الوجبات دي اسعار الوجبات او الـ 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 الاغذيه اللي هتكون غاليه هتغلى في سنه 2024 ومش هتلاقيها كمان فهم إيه سريعا كده؟ البيض، الدقيق، آه الرز، الفراخ، اللحوم، الزيوت سواء الزيت اللي بنطبخ زيوت الطبيخ أو الزيوت بتاعة زيت الزيتون أو كده، وهنلاقي كمان إن الوجبات دي أو الحاجات دي مش موجودة زي البيض وزي منتجات الفراخ والحاجات دي كلها. نسبة ده هنا التقرير بتاع زيادة زي ما انتم شايفين هنا ده بيقول لك الاسعار نسبه التغيير في الاسعار من سنه 2019 لغايه دلوقتي بصوا بقى ده ايتم ايتم فمثلا لو بصينا على زيت الزيتون زاد بنسبه 219% السكر 120% الزيت بتاع الاكل 54% اللحوم 51% العيش 42% البيض 40% اللبن 40% السيريال 38% الزبده 24% فدي كلها ازدياد رغم ان الرقم هو هو بيقول لك انفليشن هيبقى في شري بين 3% كان 3% بصوا دلوقتي الاسعار عامله ازاي طب ده من سنه 2019 تعالوا نشوف التقرير ده اللي طالع من اليو اس دي اي اللي هي وزاره الزراعه بيقول لنا التقرير بتاع زياده الاسعار في السنين اللي في السنه اللي فاتت دي على طول هي من من 2024 لغايه آآ آآ من 2021 ل 2024 فعندنا هنا بيقول لك ادي الاكله ولو انت بتاكل بره بيتك هتلاقي فيه زياده 40% في الفلوس اللي بتصرفها لو انت بتاكل في البيت زياده 60% انت متخيل اللحوم والفراخ وكده فيه زياده تقريبا 12% البيضة هو واحد في المية المنتجات الالبان خمسة ونص في المية الزيوت والدهون كده 2 في المية الفاكهة والخضار عشرة ونص في المية السكر والحلويات اتنين ونص في المية، السيريال ومنتجات المخبوزات وكده تمانية في المية، وبقية أنواع الأكل اتناشر في المية، ده التقرير اللي طالع رسمي من وزارة الزراعة. وده طب هل ده هيزود المورجج ريت بتاعت؟ المورجيج لو انت عايز تدفع تشتري بيت وكده فبيقول لك اه ان المورجيج لو انت بتشتري بتاخد على 30% 30 سنه الريد اللون بتاعك على 30 سنه هو اهو دلوقتي وصل لكام؟ آه سبعة آه سبعة يعني 7 7.4% تقريبا 7.5% يعني هو كان وصل لاكتوبر اللي فات كان 8% النهارده بقى ايه 7.5 تقريبا% في فدي طب هل في اسعار الرنت بقى حسب فوكس نيوز ده بيقول لك هل اسعار الرنت هتقل في سنه 2024 لا والله مش هتقل حسب التقارير اللي قالوها لنا دلوقتي ان الاسعار مش بتقل اهو بيقول لك ان ما فيش اي حاجه اي علامه بتقول ان اسعار الرنت هتقل في 2024 وان الرنت هيفضل عالي لدرجه ان الناس مش قادره تو افورد اللي قاعد في بيت دلوقتي وبيرنت مش قادر يسيبه يروح في مكان تاني احسن او افضل لانه هيدفع هيدفع على على الريت الجديد والريت الجديد دايما بيبقى اعلى وان امريكا محتاجه انهم يبنوا رنتال هاوسنج جديد فده التقرير اللي موجود بين ايدينا دلوقتي انا حبيت ان انتم تكونوا على علم بكل اللي بيحصل حواليكوا علشان ما تنخدعوش بالكلام اللي الميديا بتقوله ده زياده 3.5% بس لا ايتم ايتم بيقول حاجه مختلفه